سلام يا سلام، الله يسلم تمكن. اشتقت للسهر؟ اوه شلون لك؟ كم سنة صار لك؟ كتير خجلتني كاظم، بس ما بكذب عليك والله يا السهرة اجيت بوقتها. عيب حقي، معقول تطلع من السجن ونحن ما نعمل لك أحلى سهرة؟ بيصير هيك؟ مو عيب علينا؟ ولا عارف ايه شو صار بالكبة النية تبعك، مناكلها بكرة؟ بس لالتك كلها ما حدا دق هيك كبة. هلأ فينا نقول صارت. تفضل آغا دق لي إياها. هات لأشوف. يسلموا إيديك. صحة وهنا. طيبة كتير. مشتاق للشوارع يا جماعة، شامين ريحة السودة مثل المسك. ايه حقي، عرق وشربت وكنافة واكلت وقهوة مرة شربت، هلأ دور شو؟ النسوان؟ لا يا ايه عادي، الزلمة له سنتين جوا نايم بلا استفتاح، حالته بتقسي. الآغا ما بيناسبه هيك نسوان، الآغا بتلزمه بنت حلال، صار وقت العيلة والولاد، ما هيك حقي؟ ان شاء الله حقي. آغا عيلته جاهزة والولاد كمان، ما دام أخوه ارتحم ما عاد في مشكلة، ما حدا بيستاهلها أكتر منك، ومرت أخوك صارت حلال عليك مثل حليب أمك. سكروا عن الموضوع. انتو شايفين مين في هون؟ دنيا صغيرة. اي والله صغيرة. شو زاتينك بالشوارع؟ انا ما بدي مشاكل حقي. بلكي نحن بدنا. اذا هيك لا تتخبى ورا الزحمة، تفضل اطلع لهون. سمعت شغلة. شو سمعت؟ قال معرضه لابوك وقايل له ما بتعوز حقي. وإذا قلت يعني؟ يعني السماح بحياتنا صفى بإيد ابنه لرجا؟ ما حدا دخله بحياة التاني يا حقي، هذا الحق ما انعطى للناس. أنت ما عندك قوة قلب تقوصنا. مزبوط، بعمره ما كان قلبي قوي لقتل الناس، وما رح يصير أبدا. نزل مسدسك ولا ما تعودت أني أقوص بالظهر. جان يلا على الفطور. جان مانو بغرفته، دوروا عليه، ان شاء الله ما يكون عمل اللي ببالي. لا ما حدا شافه. بابا جان مو هون. كيف مو هون؟ مانو بغرفته، دورت عليه بكل المطارح. ما حدا شافه يا أغا. لوين راح؟ ليكون هرب. ولك كل هالظلم شو عم يساوي؟ روحوا دوروا عليه.
اتصلتي باخوك؟ لا بابا هلا بتصل، اذا مو عند اخي في مطرح واحد ممكن يكون فيه. روحي اتصلي. خلاص لا تزعل، كل شايف بردة البيضة مو جاي عبالي. ما بيصير هيك، الضيف ما بيطلع من عنا جوعان. هلا بيعيب علينا ابوك؟ بابا شو عم يعمل؟ ابوك منيح لا تخاف. انت شو عرفك؟ العصفورة خبرتني. يلا لا تزعل حالك، بعد شوي منخبر ابوك وامك مشان يجوا ياخدوك لعنده. يا خانم رجعوا معه رجال مسلحين اجوا على المزرعة. عود لولاد، عود محمود، عود لنروح نشوف شو وجعوا هالكلب. بدكم ترجعوني إله؟ لا 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 حبيبي لا تخاف لا تخاف. كيف بتسترجي يا رجع؟ بأي حق جاي توقف على بابي؟ احكي. حفيدي هون شي؟ اي نعم هون. جيبيه لهون يلا. ما بجيبه، حتى حفيدك هرب منك يا رجع، حتى ولد ما بيطلع طوله شبر هرب منك يا رجع. العواقب رح تكون وخيمة عليكي. روحي جيبي الولد، أعطيني جان خليني روح بلا قتال. حتى عيلتك ما قدرت تحافظ عليها، جاي عبابي عم تتشحود ولد، انت ما بتستحي. هذا بيكون حفيدي، ما بيطلع لك تحكي. جيبيه ولا بتصير حرب. إذا حرب حرب. يلا قول لرجالك تحركوا هلأ دغري، يلا بلشوا. خلينا نشوف مين بيموت ومين بيعيش. انت واقف ببيتي يا رجع، انت واقف على أرضي، مو يكون ولد هربان منك يكون كلب شارد ما بعطيك ياه. اسمعيني منيح لكان، هذا اللي عملتيه صدقيني رح طالعوا من بين عيونك. Courbetier.